بسلة وجزر. I love you. بتغني؟ اه. انتي عارفة ايه الحاجة الوحيدة اللي نفسي اسمعها اللي احلى من نبرة صوتك؟ نبرة تليفونك. انتي فيجيتيريان؟ امي قالت لي انت مش هتلاقي فتاة احلامك في البرنامج. قلت لها بالعدس. انتي بتحبي الميك اب؟ اه قوي. غريبة اصل لما بشوفك انا اللي ببلاش. ندى مهيب، عرفت انه اسم مهيب مش مجرد تشابه اسماء مع فنان كبير جدا من قبل ما نتولد واهالينا ومع بدايات التلفزيون المصري والاعلانات والرسوم المتحركه. يعني احنا كبرنا ولما كنا بندرس تاريخ الاعلانات وكده شفنا مهيب ده في اعلانات كتيره قوي، وعرفت ان هو جدك. احكي لي اكتر عن الفنان مهيب. والله هو ده موضوع كبير، يعني هو موضوع كبير ان احنا نتكلم على كل التراث ده، بس يعني باختصار زمان خالص كان فعلا ان هو بتتصور بكاميرا سينما فريم، وكان لسه الكمبيوتر ما دخلش. بس انا في التسعينات لما اتولدت ساعتها لما كنت بروح كان جزء من ده بيتصور سينما فعلا وجزء من ده بالكمبيوتر، وعشان كده يمكن يعني لما بفتكر ساعتها واجي دلوقتي في عصر بقى الديجيتال وفي عصر التيك توك وانستجرام، يعني بفكر قد ايه الميديا والاعلانات وكل ده اتطور فعلا بحقه حقيقي، يعني من التقنيات. هما كانوا الاول عشان يعملوا نص دقيقة كان ممكن يشتغلوا شهر عشان النص دقيقة دي، دلوقتي انت ممكن تعمل تقرير نص ساعة بالاي اي. صح، الموضوع خلص. خلينا نتذكر مجموعه من الاعلانات اللي بعضها اجيال سبقتنا كانت حافظاها، لان كانوا بيجيبوا مشاهير الملحنين والمغنيين يغنوها احيانا، فالناس كانت حافظه الاعلانات دي. وانا قمت من النوم متاخر وامبارح جالي خصم يومين. بكره اعملهم سندوتش. ازاي البيت بيعمل عيش بالمربى تلزقهم والزيتون وحده ما ينفعش كمان الفول يبرد منهم. جبنا نستو سهله تعمليها سندوتش وجبه كامله بعدها الواحد ما يجوعش. غير صناعيه من القلب انواعها كتير مغذيه واقتصاديه، وعشان غلفها من الالمونيال التلاجه ما تحتاجش تخزنيها ايام وشهور تلاقيها طازه ما تخسرش. جبنا نستو انت مصر الالبان، جبنا نستو موجوده في كل مكان. نستو 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 جبنا نستو نستو جبنا نستو جبنا نستو. انا الميلامين. بتقول مين؟ انا الميلامين، انا جامد ومتين، انا بدل الصيني طحون فناجين، سادة ومنقوش، مين زي مين؟ محدش يقدر يكترني، محدش يقدر يخدشني، شكلي جميل بيه لما تشوفني تقول كنت فين من زمان؟ طب اول تعمل يا فنجان. انا الميلامين، انا جامد ومتين، انا الميلامين. قوم يا ويل وبطل له الزرع عايز ينتقي. انا العطشان، انا الحران، انا اللي بدي اتغاوي. اشرب سيكولا. كنت صغير زيك يا ابني، وكل ما بكبر عقلي بيبني، قرش بشيله من مصروف وطريقي دايما معروف، من جيب الدفتر في البسطة من مكاتبها ما تخلاش حتة، وودايعك اسرار مضمونة تطلبها تجيلك مأمونة. اسمع 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 بص، ادي فوايدها 3.5 وجوايز التوفير شهرية في 33 هدية تكسب
بألف تكسب مية تكسب خمسين وخمسمية. صدقت يا ابني اللي انا قلته وده طريق اللي اخترته. طيران طيران البوسطة هتوفر فين في البوسطة. قرشك مضمون في البوسطة. سرك مأمون في البوسطة. I want you to put on your shoes. You're never gonna rock away. Cause I heard news. I was right now. Well, I won't hold my baby as tight as I can. Tonight you know I'm a mighty, mighty man. And I heard the news. I was right now. Well, نموذج الاعلانات اللي في الستينات اللي عملتها ريشة مهيب اللي بالنسبه لنا ده اسم كبير واللي ده بيدرسوا الاعلانات لازم يكونوا عارفين اسم مهيب. تحيه لاسم جدك والوالدك الله يرحمه. ودلوقتي مفهوم انت ليه درست رسوم متحركه؟ يعني انت يعني درست رسوم متحركه امتدادا للاسره كلها.